spying against Christian and Muslim rulers alike. Saladin, in time, rose to power. But a dreadful turmoil bedeviled his realm. A demon disguised as a man. One Reynald of Châtillon preyed on Muslim merchants and pilgrims. With all the folly of a man deranged, Reynald dared gnash at the heart of Islam itself. Saladin would hunt this dishonorable wretch over land and sea. The once prosperous waters of the Red Sea were now impoverished by the plundering of Reynald of Châtillon. But the spirited Muslim fleet would fix every bow and ballista on expelling this unruly malice. Red Sea shipbuilders quickly set to bolstering the fleet. Vessels of all kinds would be needed to put down the Frankish raids. In this year, Saladin had ruled in his own name some 9 years. Chroniclers would name his dynasty after his father, Ayyub. استعدوا
The coastal towns bustled with trade, their livelihoods dependent on safe passage over the seas. In the face of Frankish intrusion, the Ayyubids would gather a great swell of wealth to defend their waters and see off the enemy. Of greatest import was the protection of Muslim trade ships whose exertions sustained the prosperity of the local people and the Ayyubid Sultanate. The trade floundered. So too with Saladin's hold on the Red Sea. Hidden in the mist lay an island haven, full of promise, but infested with lawless pirates. Many treasures could be uncovered there if the fleet was sharp of mind and bold of spirit. استعدوا جميعاً.
سكر. جاهزة للعمل، ساعدني هذا. أجل، مرحبا، سأفعل ذلك. لدي أعدوا أنفسك، هيا لنذهب. نحن الآن إنهم يطلقون علينا. نعم بالطبع، نحن نهدر. ماذا نفعل ذلك؟ إلى تأذية. لدي مهمة. استعدوا، إنهم يطلقون علينا. حان وقت الاستكشاف، سيتم تشكيل. انصتوا إلى الأول حسناً، قد يتحمل. أعدوا أنفسكم، إنهم يطلقون علينا. حان وقت التحرك جميعاً. الآن حرك. انصتوا إلى الأوامر، أطيعوا الأمر. يا قوم، تتعرضوا للقتل. تحركوا أيها الكفار، قريبا. يعجبني ذلك. مستعدون، بدأت التحرك كما كان. هناك الأوامر الأمام. أنا أتحقق. المجد لنا، إنه بالأرض مكهوب ومستعد لإطلاق. كما تأمل يا فيما نتحرك. الأول لن يضر النشي أحدا بتاتا. ينبغي لهذا أن يظل حتى بعد مماتي. أنف حسنا إذا. استعدوا أيها المحاربون، لدينا أوامر. حسناً، في طريقي إلى هناك. سأجمع الحجر. أعطني لذاهب كما أمرت. إناء مشيد جيداً. آنت الأوامر. نحن نتعرض للإسلام. سأهاجم ذلك. لم يدر المسجد أحدا. تحركوا جميعا. الرعب يضيع منك. تتحركوا. سأصدق كما أمرت في الأوامر الآن. أنا سأتبع الأوامر. اتبعوني أيها الجنود. تعال، سيتم تسجيل. إنهم يصدقون علينا. النصر من نصيبي. أصغوا جميعا. انتبهوا أيها الجنود. أنا سأصدق عليهم. إلى أين أذهب؟ Naming the island for themselves, the Ayyubids collected the spoils. (تصفيق)
أنا سأتبع الأوامر. شدوا على قلوبكم. أنصتوا يا قوم. ماذا تأمرني أن انتبهوا أيها الجنود؟ الوقت يضيع منا، فلتتحركوا. استعدوا أيها المعاقل الأوامر. أنفذ أوامرك. حسنا، حال الأوامر قادم. أنفذ الأوامر الآن. ماذا لدي؟ انتبهوا، تحركوا، اتحدوا مواقعكم. إنهم يطلقون علينا. استعدوا أيها المحلل. الوقت يضيع منا. انتبهوا جميعا. Unrest grew with each lost ship. Some Muslims loaded their beasts and fled to safer towns, leaving fewer behind to engage in trade. Time was against the fleet. It would protect the Red Sea at all costs, lest the region fell into destitution. انتبهوا جميعا. بما رتبتم اوامرك مفهومه. ذاهب كما امر. اعطني. حسنا، حان وقت التحرك. اعتبر الامر. اتحرك. اصبح حان وقت التحرك جميعا. الى اين اذهب؟ انصت. سيحدث. ماذا لديك؟ انتبه. لم يضر المشي احدا بتاتا. انتبه كما تامر يا سيدي. تحركوا، اتخذوا موقفاً. سأفعل ذلك الآن. تحركوا جميعاً. حان وقت الأوامر. الأوامر قادمة. حان وقت الأوامر. تحركوا جميعاً. حان وقت التحرك جميعاً. أنا داخل إلى المبنى. صمتاً. تحركوا، اتخذوا موقفاً. حان وقت التحرك جميعا. تحركوا جميعا. أنفذوا حفاظا. سأفعل ما أريد. تحركوا، اتخذوا مواقعكم. مفهوم. وين تحركوا جميعا. ذاهب كما امرت. اصبوا جميعا. ماذا لديك لافعل؟ تحركوا. اصبوا جميعا. ماذا؟ ذاهب كما امرت. سافعل. على استعداد لبعض العمل. حان وقت. انتبه. حان وقت. حان. استعد. سنتحرك. ايها القرويون. حان وقت العمل. اصبوا جميعا. على استعداد. انتبه. تحركوا جميعا. استعدوا أي مفهوم وينفذوا في الحال. أنصتوا يا قوم. أوامر جديدة. أيها الجنود، اتبعوا خطوات. سأفعل ذلك. الأوامر قادمة. حسنا إذا هيا بنا. اتبعوني. استعدوا أيها المحاربون. لم يضر المشي أحد. انتبه، الوقت يضيع منا. اتبعوني. إنهم يقفون علينا. انتبه. حسنا، هيا بنا. حان وتحركوا جميعا. سأفعل ما ترغب فيه. اعتبر الامر هنا. ماذا تقول؟ هل حطبوا من الحكايه كما تقول يا سيد؟ الوضع سيء. نتعرض للقصف. اعتبر الامر مزدهرا. الوقت يضيع منا، فلتتحركوا. الاوامر. اتبعوني ايها الوقت يضيع منا. انتبهوا جميعا. اعطني افعل. انت الاوامر. سأنهي بناء ذلك على قريب. نحن نتلقى القصف.
أنصت ونفذ الأوامر هيا بنا نحن سنبدأ الهجوم عصفوا جميعا ماذا تأمرني أن أفعل واجبي حسنا جدا هيا بنا انتبهوا أيها الجنود انتبهوا انتبهوا جميعا The Ayyubi treasury burgeoned with coin. The tireless industry of the fleet held sway over the troubled seas. يا قوم لم يضر المشي احدا بتاتا اصغوا جميعا حان وقت الاوامر انتبهوا جميعا حان وقت الاوامر اصغوا جميعا كما نشاء انتبهوا ايها الجنود الاوامر قادمه مفهوم وينفذ في الحال أيها المحارب لم يضر المشي أهم اتبعوا الأوامر قبل جميعا حسنا حان وقت الأوامر انتبهوا جميعا حان وقت التحرك حسنا ما أمر انتبهوا
The Franks, seeing our sails ever filled with the breath of the wind, redoubled their effort to break our muster. They launched the flagship of Renald. With their last gasp, the Franks bore great ranks of barbarians to the harbors of our towns, the better to stifle our enterprise. انتبهوا جميعا! تحركوا! انتفضوا!
أيها الجنود، أنصتوا يا قوم، أوامر جديدة. لم يضر المشي أحدا بتاتا. بما تأمر؟ استعدوا أيها المحاربون. ماذا تأمرني؟ الأوامر اتبعوني. أيها انتبهوا، الوقت يضيع منا، فلتتحرك. إنهم يطلقون علينا. Of the Ayyubid sailors prevailed. Renald's fleet abandoned their evil doing and left the Red Sea, never to blight these waters again.